كيف تعرفين أنه حان موعد الولادة؟ الإحساس بالوجع بالبطن. يتكرر الوجع كل 10 دقائق. نقوم بمراقبة الوجع بحيث يصبح مكرر كل 10 دقائق. نزول ماء الرأس. عند نزول ماء الرأس يتم الذهاب للمستشفى وأخذ الشنطة الخاصة بأغراض الأم والطفل. خصائص ماء الرأس: الوضع الطبيعي لماء الرأس لا لون له ولا رائحة. ملاحظة: يتم إبلاغ الطبيب عن ماء الرأس إذا كان لونه أحمر أو أصفر أو أخضر.